في ظل التحديات الكتيرة، لكن ما زالت المشروعات ذات الأهمية والأولوية القصوى بتشتغل بسرعة غير مسبوقة، نقدر نقول أنها بتسبق الجداول الزمنية ليها في بعض الأحيان. وزارة الإسكان مثلا، وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار أكد أنه جاري تنفيذ 2040 وحدة سكنية بإجمالي 85 عمارة في المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في مدينة 6 أكتوبر. متوسط نسبة تنفيذ العمارات لحد دلوقتي وصل إلى حوالي 60%. المساحات مختلفة ومتنوعة ووجود جميع الخدمات. إحنا هنا عندنا السؤال المهم بقى، إنه الوحدات السكنية وطريقة استلامها وطريقة حصول المواطنين عليها، كل مرة لازم نسأل الأسئلة دي، لأنه ما بتخلصش الأسئلة عن تحديداً الوحدات السكنية اللي بتطرحها الدولة لأسباب كتير. لأسباب إنه تحسن كبير جدا في مستواها، لأنها بتستوعب تعاملات مالية أبسط وأكثر يسرا يعني على الشباب. فعندنا أسئلة الحقيقة كثير عن كل مرة نسمع فيها عن وحدات سكنية بتطرحها الدولة. مهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر معانا على تليفون، ومساء الخير على حضرتك أستاذ عادل. مهندس عادل، مساء النور يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين، أهلا وسهلا. أولا هسأل حضرتك عن النسبة، فكرة إتمام 60% من عدد الوحدات، كل مشروع ليه جدول زمني، فقول لنا حضرتك الجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ الوحدات دي ايه ان شاء الله، ومفترض انه يتم الحجز فيها وبدء تسليمها امتى؟ احنا الوحدات ديت زي ما حضرتك تفضلتي قلتي ضمن المبادره الرئيسيه سكن كل المصريين، وده مشروع قومي في منتهى الاهميه. احنا في مدينه 6 اكتوبر عندنا 85 عماره، 2040 وحده، بواقع 24 وحده لكل عماره. تم اختيار الموقع للعمارات بطريقه يعني مميزه، موقع مميز الحقيقه، قرب جدا لطريق الدائر الاوسطي وبجوار اسكان مميز، منطقه اسمها ال 2000 قطعه، في منطقه في مدينه 6 اكتوبر اسمها امتداد التوسعات الشماليه. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ال 60% دي نسبه متوسطه نسبه الانجاز للعمارات. في برنامج زمني للمشروع ان شاء الله هيكتمل كمشروع جاري تنفيذ غير الاسكان، في جاري تنفيذ المرافق، مياه وصرف صحي وري وطرق وكهرباء وإنارة. إن شاء الله بإذن الله النص الأولاني من سنة 2023 هتكون العمارات دي بإذن الله خلصانة وجاهزة للتسليم بإذن الله. حلو قوي. في النص الثاني من 2023 إن شاء الله. طيب معلش خلينا نفكر الناس برضو، سكن لكل المصريين إيه اشتراطات الحجز فيها واستلام؟ هي العمارات دي تحديدا هو اللي بيحط الاشتراطات بتبقى يعني قطاعات اخرى غير احنا ناس تنفيذيين، القطاع العقاري في رئاسه هيئه المجتمعات ووزاره الاسكان، بيختلف من اعلان لاخر. لسه العمارات دي لم تحجز، العمارات دي يعني بيختلف من اعلان لاخر، زي الاعلان الاخير مثلا كان في صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كان التمويل العقاري هو الاساس في الاعلان. فمن اعلان لاخر طبعا في خطط للدوله عشان تغطي زي ما هي بتغطي كل المستويات، لان مثلا ده اسكان فوق متوسط، فطالما في شرايح مختلفه للاسكان بيبقى في برضه طرق متعدده عقاريا لطريقه حجز المواطن والثمن هيتحدد كام، والكلام ده كله لسه سابق الاوان طبعا. طيب باشمهندس انا هسالك برضو سؤال اخر من ضمن او من واقع خبرات الناس او الاشاعات اللي احنا بنسمعها او الكلام اللي بيتداول عن الوحدات دي، انها جميله متميزه، المساحات فيها كويسه، سعرها وطريقه الدفع فيها كويسه، لكن بعض الناس تقول طيب انا استلمت والتشطيب كان مش زي ما هو مطروح في المبادره او مش زي ما قلتوا لنا عليه. هل في رقابة ما على مستوى التشطيب وجودة التشطيب بحيث أنه اللي يستلم الشقة ما يبقاش محتاج يعمل فيها مجهود تاني عشان يخليها جاهزة وصالحة للسكن؟ دي يا فندم نقطة مهمة جدا، وكان معالي وزير الإسكان دكتور عاصم الجزار اجتمع بينا وكان شدد جدا على مستوى التنفيذ. أنا مش بخلص أعداد والتزم ببرامج زمنية بدون جودة أداء وجودة تنفيذ أعمال وتشطيب وخلافه. الجودة مش في التشطيب بس، الجودة في كل شيء من أول الإنشاء. إحنا عندنا مكاتب استشارية متخصصة بتمر دوريا، أنا شخصيا ونوابي ومهندسيني بنمر على المكاتب دي وعلى الشركات وبنراعي جودة التنفيذ، ويعني بنشدد وبكل قوة إن لابد إن إحنا نحافظ على الجودة دي، لأن دي شركة طبقا للقانون أسند إليها عمل لازم تديني شغل محترم. المواطن لما بيجي يستلم وحدته بنشدد عليه وبنأكد إن أنت مستلم وحدة كاملة التشطيب، لو لقيت أي ملحوظة ما تستلمش الوحدة،
انت ليك ان المحافظه دي تتنفذ وتستلم وحدتك، بحيث ان انت ما تضيفش عليها اي اضافات تكلفك فلوس تاني فوق ثمن الوحده الاصل. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، لانه يعني كلام حضرتك ده ممكن يبقى طمأنة وايضا نوع من انواع الرقابه على الشركات المنفذه، وفي نفس الوقت حلوه فكره ان المواطن يبقى عارف انه من حقه انه يشتكي وانه يقول لا انا اتفاقي مع الدوله انه الوحده دي تتسلم لي بشكل لائق، اتفاقي وعقدي مع الدوله حتى لو انا واخد بسعر رخيص وبسعر مدعم حقي اخد هذه الخدمه بشكل جيد وكامل المواصفات زي ما الدوله نفسها عاوزه. طول الوقت في حد وسيط كده بيوصل لك الخدمه رديئه، احنا ما ينفعش نوافق وفي نفس الوقت الدوله مش موافقه على الوضع ده بالمناسبه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينه 6 اكتوبر. يعني بتمنى طول الوقت واحنا بنطرح ونتكلم عن المشروعات نعرف انه ما لنا وما علينا، ما لنا او حقنا عند الدوله، حق اي حد بتنطبق عليه شروط انه ياخد مثلا شقه في سكن لكل المصريين انه ياخد بشكل عادل ومنطقي وما فيهوش اي اجراءات تعقد الموضوع. وفي نفس الوقت حقه كمان انه يستلم هذه الوحده، مش عشان انا خدتها اسكان متوسط او اسكان مدعم انها تبقى رديئه. دي بالمناسبه واحده من العقود كده العرفيه اللي جرى العرف الناس تزعل وتستلم مثلا حاجه ناقصه حاجه بسيطه بس منكده عليه ويسكت ما يشتكيش، لكن احنا النهارده بنسال المسؤولين عشان الفكره دي، لا ما تخليش حاجه تنكد عليك، لا احنا محتاجين انك تاخد الخدمه كامله. وهذا هو الوضع في حاجات كتير قوي، خدمات الحكومية، المبادرات الرئاسية، المشروعات القومية اللي بيعلن عنها بجودة ما أو بوضع ما من فضلك، لما تشوف حد حلقة وسيطة موظف بقى مسؤول متوسط المتوسط في الدرجات الوظيفية، أي حد بيقدم لك الخدمة دي اللي العقد بينك وبين الدولة إنها تقدم لك بشكل سليم بيقدمها لك غلط أو وحشة أو ناقصة، من فضلك اتكلم عن ده وارصد حقك ووصل صوتك إنك رافض هذا الوضع.